هنحضر سوا اليوم أنا وياكم أطيب وصفة لازانيا رولز بنكهة الدجاج. هنعمل هيدي اللازانيا بطريقة شوي مميزة غير عن اللازانيا اللي نحن متعودين عليها، وأنا متأكدة إنه حتطلع معكم كتير طيبة. بس قبل ما نبلش بهالوصفة بدي منكم تعملوا لايك لهالفيديو واعملوا سبسكرايب لقناتي كرمال تضلكم على اطلاع بكل شي جديد بنزله، واكتبوا لي تحت بالكومنت شو هن الوصفات يلي بتحبوا نعملها سوا. أول شيء لهيدا الوصفة بدنا نحضر حشوة الدجاج. أنا الدجاج شويته بالإير فراير، فيكن أنتو تشوهم بالفرن تقلوهم، فيكن حتى تسلقوهم يلي أنتو بدكن إياه. بعدين قطعته مثل ما كن شايفين حتى لقطع صغيرة، حنرجع نهرسهم كلياتهم، فما بتفرق كيف حجم القطعة. هلأ بدنا نبهر الدجاج. حطيتلهم أول شيء أكيد شوي من الملح، رجعت بلشت ضفلهم البهارات اللي بنحتاجها لهيدا الوصفة. حطيت من بهار الثوم، وحأرجع حط كمان من البهار الأسود، ححط كمان من البهار الأبيض والأوريغانو والحبق. لهالوصفة البهارات اللي نحن عم نحطها عم نحط كله هيك مثل ملاعق صغيرة، تقريبا نص الملعقة. بس البهار الوحيد اللي ما حنكتر كتير منه هو البهار الأبيض. البهار الأبيض حاولوا حطوا كمية قليلة، لأنه إذا كترنا من البهار الأبيض حيصير يطلع عنا الخليط شوي حار، يعني لأن البهار الأبيض هو يلي بيعطي هيدي السبايسي إفكت. طلعوا أنا كيف حطيت بطرف الملعقة الصغيرة من البهار الأبيض، وهيدا بزيادة لهالوصفة. حطيت كمان مثل ما قلت لكم من الحبق المجفف، إذا بتحبوا فيكم تحطوا من الحبق الطازج كمان ما بيأثر. بعد ما نكون حطينا كل هالبهارات، هلأ حننتقل للمرحلة الثانية. حنضيف على هيدا الخليط ملعقتين كبار من الألفريدو صوص. هيدي الصوص يا أما بتجي جاهزة بتلاقوها بالسوبر ماركت، أو يا أما فينا نستبدلها بصوص البشاميل إذا أنتو منا متوفر عندكم الألفريدو صوص. بتحطوا محلها بشاميل، بس بيصير لازم تضيفوا عليها شوية من الثوم، ولازم تضيفوا عليها زيادة جبنة، مثلا جبنة بارميجان غير جبنة الموتزاريلا اللي أنا حعوزها. هلأ كمان حطيت فوقهم شوية من كريمة الطبخ، خلطتهم كلياتهم مع بعضهم، وحأهرسهم مثل ما قلت لكم. لازم نهرسهم مشان يكون الخليط كتير ناعم لحتى لما بدنا نحشيه باللازانيا. هرسته أنا هيك بالماشين لحتى صار عندي بهيدا القوام، تحسوه صار هيك مثل البيست، صار فينا نعوزه كحشوة. هلأ على هيدا الخليط حضيف عليه بعد شوي من الكريمة، لأنه ما بدنا إياه يكون ناشف، وحنضيف كمان عليه شوي من الجبنة. أنا ضفت جبنة الموتزاريلا، بس مثل ما قلت لكم اذا عزتوا انتم من من البشاميل صوص لازم تضيفوا جبنه البارميجان ازول، وكمان لازم تضيفوا الثوم. هلا بعد ما خلطتهم هيك كلياتهم سوا، حبلش اعمل الرز. بالصينيه بحط شوي من صوص الالفريدو او يا اما صوص البشاميل مثل ما قلت لكم قبل، وبنبلش نعمل الرولز. اللازانيا انا سلقتها قبل، بتسلقوها بمي تكون مغليه كتير، بتحطوها لمده 4 دقائق كل قطعه 4 دقائق وبنشيلها لانه هي بعدين. اللازانيا مثل ما كنتم شايفين انا سلقتها قبل، تاكد انها تكون مستويه على المزبوط، وبعدين بتبردوها اكيد قبل ما تستخدموها. لما تكون بردت عنا اللازانيا بصير فينا نحشيها، بنحط من الحشوه اللي نحن هلا حطرناها، وبنصير بنلفها على شكل الرول. حاولوا انكم ما تكتروا كتير من الحشوه بجواتها مشان ما يطلع لبرات اللازانيا، وبنصير بنصفصفهم بالصينيه. هيدي طريقه فينا نعمل فيها، أو يا أما طريقة تانية هي فينا نعمل طبقتين من اللازانيا. حنحط من اللازانيا بنحط شوي من صوص الألفريدو أو يا أما صوص البشاميل مثل ما كنت قايلت لكم قبل، بنضغطهم هيك على بعضهم، وبنرجع بنحط من الحشوة، بنمدها بطريقة تكون شوي فلات مشان نقدر نلفها كمان على شكل الرول. وبعدين أكيد بعد ما نخلص بيصير فينا نقصها بالنص ونحطها كمان بالصينية، يعني فيكم تعملوها بالأسلوب يلي أنتو بتحبوا. بعد ما نخلص من الروز بنحط عليهم شوي من كريمة الطبخ، وفيكم كمان تحطوا عليهم صوص بشاميل، فيكم كمان تضيفوا عليها صوص حمراء. أنا مرة جربتها مع صوص حمراء كمان طلعت كتير طيبة. حطيت هلأ أنا هون فضلت أني حط بس من الكريمة، حطيت من كريمة الطبخ، وبعد ما حط من كريمة الطبخ أكيد لازم نحط لها من الجبنة.
ومندخلها على الفرن. نحن عم ندخلها على الفرن مش لتستوي، لأنه نحن كل شيء عنا مستوي، الدجاج مستوي، اللازانيا مستوية، بس بدنا إياها تسخن، وبدنا إياها إنه يدوب الجبنة يلي على وجهها. أما إذا أنتوا كنتوا حاطين لصوص بندورة بدكم تنتروا شوي حتى الصوص حتى تغلي، مشان هيك تغلي فيها للازانيا، سو بتاخد معكم شوية وقت زيادة بالفرن. أنا دخلتها على الفرن ما أخذت معي كتير وقت، أول ما حسيت أنه الجبنة دابت طلعتها من الفرن وقدمتها، وصدقوني عن جد طلعت كتير طيبة، كتير حبيت النكهة يلي حطيناها جوات اللازانيا، نكهة الدجاج مع البهارات مع صوص الألفريدو، كتير طلعت طيبة. بنصحكم تجربوا هالوصفة، ولما تجربوها بعتولي الصور على الانستغرام وخبروني رأيكم تحت بالكومنت، وبشوفكم أنا في فيديو جديد قريبا جداً.